شو البيت هذا يا اخي؟ اخلص من سالفه فهد وغيره المجنونه هذه، التفت اشوف سالفه لينا والبحث عن لينا اللي بخرب زواجي. اسمعي يا خلود، لا تشيلين هم، الله يوفقك في زواجك، ومن اليوم وطالع ما احنا بجايبين ذكر لينا ابدا، وبنعتبرها ميته. وش الكلام اللي قاعد تقوله يا سعود؟ اسمع يا خلود، انت تو تبادي حياه جديده، والله يسعد ان شاء الله يا رب. وانت يا فاطمه قفلي على الموضوع وخلاص، فكينا. لا ما قفل عليه، مو بكيفكم، ما قفل عليه الموضوع هذا، ما له باب عشان يتقفل. وبعدين لا تنسى، انت المسؤول عن ضياع بنتي، وانت المسؤول ترجع لي.